عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل كونه إسلامي من يقرأ القرآن للميت، هذا لا أصل، والقرآن لا أجر له، إن القرآن بالأجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع، وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوه، هم أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز أن يكون يستأجر من يقرأ للميت بعد الموت أو جماعة يقرؤون أيام العزاء، هذا بدعة لا أصل.